أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معنا في لقاء جديد بنستضيف من خلاله أسرة جديدة في بيت العيلة. بنتعرف على أفرادها، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. المجال مفتوح والحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. عائلتنا لهذه الحلقة هي عائلة تخصص طرفها في ممارسة العمل الإعلامي بكل أنواعه. فالأب هو الصحفي أحمد محفوظ، رئيس تحرير إحدى الصحف الخاصة. أما الأم فهي السيدة منى محمد عبد الحميد، معدة البرامج الفضائية البارزة. وللأسرة أربعة من الأبناء في عمر الظهور، هم عمر ذو 15 عاما، ومحمد ذو 13 عاما، ومالك ذات 10 أعوام، فضلا عن مروان آخر عنقود الأسرة وصاحب السنوات 3. أسرة نناقش معها ومن خلالها قضايا الإعلام المعاصر ومشاكله بنوعي، سواء المرئي أو المقروء. أسرة رأينا أن نقترب منها أكثر لنتعرف معا على أهم ما يشغلهم من أفكار وما يجول بمخيلتهم من أمنيات. أهلا بكم مشاهدينا مع حلقة جديدة من بيت العيلة، بنقدم لكم من خلالها أسرة جديدة. احنا دايما متعودين ان احنا نستضيف أسر في مجالات مختلفة. المجال اللي معانا النهاردة اللي بيشتغل فيه الطرفين، الأب والأم أو الزوج والزوجة، هي مهنة الإعلام. الإعلام بطرفيها كتلفزيون وكصحافة. معانا أسرة الكاتب الصحفي ورئيس تحرير إحدى الصحف، الأستاذ الكاتب الصحفي أحمد محفوظ، بنرحب بيك. أهلا بحضرتك، وأنا بشكر حضرتك وبشكر أسرة التحرير برنامج والإعداد، وسعدنا بيكم. معنا ايضا الزوجة، هي بتشتغل في مجال الاعلام زي ما ذكرت، لكن في احدى القنوات الخاصة كمعدة برامج، الاستاذة منى عبد الحميد. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي، سعيدة بوجودي معاكم. ده غير بقى ان الاولاد بقى في المجال الرياضي متفوقين. نبدأ بالكبير، هما 4 اولاد، احنا معنا 2 حاليا حاضرين معنا الحلقة. عمر اهلا بيك. اهلا بحضرتك. عمر بيلعب بطولة جمهورية تايكوندو. أيوة. اشتركت فعلا في بطولة الجمهورية. أيوة. وملك كمان برضو في التايكوندو، هتلعب تحت سن 14 سنة مش كده البطولة الجاية. اهلا بيك يا ملك. انا عندي سؤال بقى ببدأ بيه دايما، احب اعرف اول لقاء، اول تعارف بينكم، لو عندكوش مانع يعني، فاكرين ولا أكيد ولا ناسي حضرتك؟ لا اكيد، احنا اصلا زمايل عمل، يعني احنا تعرفنا في كزمايل وبدات القصه وكملنا. لا كده ده اختصار. لا انا اقول لك، لا حضرتك قولي لي التفاصيل بقى. لا احنا اتعرفنا على بعض في الجورنان. من بدايه تعرفنا لجوازنا ما خدتش وقت خالص، يعني تعرفنا على بعض في شهر 3 واشتغلنا مع بعض في شهر 3، اتخطبنا في 5، اتجوزنا في 10. ده مين اللي كان مستعجل قوي؟ طرفين. انتوا الاثنين كنتوا مستعجلين. عارفه من كده ان حصل تفاهم ولا كان لا مجرد هو بيتجوز؟ طبعا هو هو طبعا هو هو انا عجبني فيه ان هو حد كويس توافق، ويعني لما حصل التوافق فقلنا ليه، يعني طالما احنا جاهزين، انا يعني زي ما بيقولوا خير البر عاجله. والله الملفت للنظر ان كل اسره بستضيفها لازم يكون هو، مفيش مره الا اللي يمكن حصل مره يعني في اسره من الاسر الزوجه اعترفت ان هي اللي بدات مشاعر الاعجاب، لكن دايما في معظم الاسر اللي بستضيفها دايما لازم هو اللي كان معجب. هو احنا كمجتمع شرقي أو هو يعني كمجتمع شرقي بيبدا الموضوع من الرجل طبعا. أيوة. حتى لو الست يمكن لو كان عندها اعجاب او حاجه زي كده ما بتفصحش عن مشاعرها، يمكن الافصاح بيجي من الرجل. مجتمعنا كده كمجتمع شرقي يمكن بيبدأ الافصاح من ده الرجل. حقيقي. طيب السرعة دي بقى ممكن تكون مشكلة برضو، ان انتوا بتبدأوا تتعرفوا على طباع بعض
بعد بعد الجواز. الجواز بالظبط، وقابلتنا صعاب ومشاكل كتير زي اللي بتواجه اي زوجين دلوقتي. في عامل برضو مهم اسمحي لي يعني اقول، هو الصعيدي الاستاذ يعني احمد يمكن محفوظ، احمد من اسيوط، من اختلاف اسيوط، الطباع. احمد من اسيوط من الصعيد اللي جوه كمان يعني. بس هو حد كويس على فكرة، احسن حاجة في الصعيدة انهم بيحبوا بيتهم جدا ايوه واسرتهم جدا واولادهم جدا، بتبقى مش موجودة ساعات كتير في الراجل اللي في القاهرة يعني. ما دام الزوجه بقت ام اولاده بتبقى ليها مكانه خاصه واحترام هي خاص جوهرة، عنده. هي الست عند الراجل الصعيدي جوهرة يعني، ايوه زوجته جوهرة، ف حاجة الزوجه غالية، والام حاجه غاليه قوي حاجة يعني. غالية، هي دي احسن حاجة على فكرة في الراجل الصعيدي. واحمد بيمثله، احمد حد كويس جدا وطيب وبيحب بيته واولاده زي اي زوجين قابلتنا صعاب في الاول، بس الحمد لله بالحب. الصعاب دي مين اللي يعني خلاكوا، مين اللي تجاوز، مين اللي قدر انه يتخطى الصعاب دي بصراحة، بصي انتي هو ولا هي الصعاب واجهتنا لان احنا الاتنين البيئات مختلفة والتقاليد مختلفة والعادات مختلفة، فشيء طبيعي ان احنا الاتنين يحصل ضربات كتير في الاول. المشاكل عدت بمرور الوقت وبقى في حاجة بتربطنا ببعض اكتر من الاول يعني. أي. طيب غير بقى ان انتوا بتتكلموا كمان لغة مشتركة، يعني انتوا عندكم مواضيع كتير قوي للنقاش، انتوا ممكن لو كل يوم عندكم جديد، انت بتشتغلي في قنوات بالظبط وتلفزيون واعداد برامج وعندك ضيوف كل يوم وعندك مواضيع وعلى دراية بكل الاحداث، وحضرتك استاذ احمد محفوظ رئيس تحرير وكاتب صحفي ليك مقالاتك، فنقول ده خلق برضه نوع من انواع التفاهم والأرضية المشتركة في حياتك. أكيد أكيد طبعا، وهي يعني لو قابلتنا مشاكل ما كانتش مشاكل اللي هي العاصفة اللي ممكن، لكن مشاكل عادية بيمر بيها أي اتنين في بداية حياتهم، لأن احنا ابتدينا مع بعض من البداية لغاية ما الحمد لله يعني وصلنا لمرحلة دلوقتي احنا يعني الحمد لله تمام، طب لكن مش بصراحة كده المشاكل يعني اللي هي كانت ممكن تأدي لا مشاكل عادية للانفصال بيمر بيها. بالظبط. طيب بصراحة كده انت يعني راجل وصعيدي، وصعيدي بجد يعني، وزي ما بتقول كده من أسيوط، الصعيد الصعيد الجوباني الجواني. يعني. ما اعترضتش على شغلها؟ لا احنا وصلنا لمرحلة خلاص الست بقى لها دور وهي عنصر فعال في المجتمع، وبالعكس يمكن الفترة اللي فاتت البلد قامت على الست، على دور مشاركة الست في الانتخابات، في الشغل، في معدلات التنمية، فالست النهاردة هي فعلا نصف المجتمع، مش زي ما لو كنا بنقول في الفترة اللي فاتت مجرد شعارات، لكن النهاردة بالفعل الست بقى لها دور، والست والله لما يفيد. النهاردة بتنزل شغل بتحاول حتى في تربيتها لابنها بيكون تربية صالحة، تربية بتوجههم صح، غير الست اللي هي ربة المنزل طبعا ايه ما بتكونش على اطلاع على كل ما هو جديد في المجتمع. التناقض اللي في الرجل الشرقي ده محتاج وقفة يعني، هو صعيدي قوي في حاجات وفي طباع، وفي نفس الوقت هو بيحمل معاني كتير للتحضر والنظرة اوكي، بس للمرأة، على فكرة جواه بس وخليط يعني خليط بنلاقيه دايما في الرجل الشرقي على فكرة، ان هو ما بين غيرته على مراته وما بين ان بيحاول يخليها تشتغل تثبت نفسها تبقى طموحة، ودي حاجة مش حضرتك بس، دي حاجة دايما بلاحظها يعني. طيب اسمح لي بس اروح للولاد بقى، لان احنا عندنا ولاد هنا يعني يرجع الفضل ليكوا برضو في ان هم يبقوا ابطال رياضيين، ملك تايكوندو وعمر تايكوندو ومحمد كمان مش معانا لكن تايكوندو، تايكوندو، مروان لسه صغير بقى لسه مروان 3 سنين. 3 سنين، فمين اللي اختار بقى يا عمر احكي لي اشمعنى التايكوندو؟ ان بصراحه اللعبه ديت راقيه وفي نفس الوقت بتظبط حركاتك، والفضل برضه يرجع للكابتن لان هو بصراحه مدرب كويس، وعشان برضه اللعبه ديت هي اللعبه الوحيده في الالعاب القتاليه يعني اللي تحسسك ان هتعمل حاجه يعني في يوم من الايام، ولان برضه بتديك طاقه وبتظبط برضه جميع الحركات والاجزاء القتاليه. بتحس ان انت عندك ثقه في نفسك، ان انت مش ضعيف، انت تقدر تدافع عن نفسك يعني، بتفرق في الشخصية، فرق معاك يعني، انت مختلف عن زمايلك مثلا بتحس. طبعا ايوه طبعا بتفرق دي. وليه التايكوندو يعني، يعني ليه ما روحتش للعبة انت ممكن تبقى فيها نجم؟ انت عارف في مصر بيبقى الاهتمام
بكرة القدم بيبقى لي سكواش ممكن، تايكوندو هياخد حقه تفتكر في المستقبل؟ ان شاء الله هياخد حقه برضو، في بطولات بتخش فيها وبتاخد مراكز، وبرضو مش انا لوحدي اللي مهتم بالتايكوندو، في ناس كتير بيلعبوا تايكوندو عشان مش عشان ياخدوا في كره القدم او كده، في ناس بتبقى حابه اللعبه لان ممكن ما تبقاش عندها مواهب في الالعاب التانيه. ايوه ملك بنت وتايكوندو، انا عارف البنات بيلجأوا للتايكوندو عشان يدافعوا عن نفسهم، انت ليه رحتي للتايكوندو؟ انا يعني لعبت العاب كتير غير التايكوندو، والمدربين اللي كانوا بيدربوا لنا ما حببناش في اللعبه خالص، لكن التايكوندو كابتن محمد سلطان حببنا في اللعبه جدا. مدرب هنا بقى دور المدرب ان هو طبعا حببها. دور مهم. طبعا الكابتن محمد بصراحه يعني بذل معاهم مجهود كبير جدا فوق العاده، وهو اللي مهتم، وهو اللي يعني بيعمل لهم اوقات اضافيه لما بيكون في بطولات، فهو فعلا اللي محببهم في اللعبه، غير ان هم كانوا شاركوا في العاب تانية لكن كانت نوعيه المدربين يمكن ما حببتهمش في اللعبه. يعني عمر وملك ومحمد لعبوا كاراتيه، ايوه، ولعبوا كره قدم، ولعبوا سباحه، لكن المدرب ما كانش بقوه مهتم او مركز التركيز بتاع مدرب التايكوندو، لان هو برضو شاف فيهم ان هم عندهم الملكه، يعني هو متوقع لهم في التايكوندو ان هم يعملوا بطولات كبيره. يعني على فكرة مش انتوا بس، يعني دي حاجة متكررة في اكتر من اسرة، ان المدرب عليه عامل مهم جدا، ومن خلال اهتمامه وتركيزه وعلاقته الاسرية، يعني هو بيتعدى كونه مدرب عادي لان هو ليه علاقة بالاسرة كأنه فرد منها، فده مش مجرد تأدية، مش مجرد ان هو واجب بيعمله ان هو ساعة التدريب او وقت التدريب وخلاص، لا، الاهتمام، وبيتابعهم، حتى بيتابع بالنسبه للمذاكره بتاعتهم وامتحانات، وبيعرف وبيحدد المواعيد على حسب العام الدراسي. كنا نحب انه يبقى كان معاكم يعني، واجمل حاجه صراحه في متابعهم في الصلاه كمان، مين صلى النهارده، مين عمل، مين ادى واجباته الاول. على فكره كل الشباب يعني اللي في عمر وملك واصغر او اكبر، حكايه الرياضه دي بتبقى حاله مهمة. حاله بتاثر في الشخصيه كلها من ناحيه الصلاه والايمان وتكوين الشخصيه، التعامل مع الاخر، بتبقى حاله الرياضه او اي موهبه الاهل بيهتموا بيها. هم راحوا العاب كتير قبل كده بس ما كملوش فيها، يعني خدوا الحزام الاخضر في الكاراتيه، خدنا مده كبيره قوي لحد ما خدوا الحزام الاخضر، بس ما كملوش برضو بسبب الكابتن، يعني الكابتن هو اللي بيحبب والاهل عليهم برضو عامل ان هم يعني. لا صدقيني انا ممكن احبب ابني في لعبه معينه بس معامله الكابتن ليهم هي اللي بتخليهم يحبوا يكملوا في اللعبه ولا لا. طيب احنا هنخرج لفاصل دلوقتي برضو مرتبط بالرياضه والتايكوندو، ونرجع نستكمل حوارنا مع اسره الكاتب الصحفي الاستاذ احمد محفوظ. تعد لعبة التايكوندو واحدة من أقدم وأعرق ألعاب الدفاع عن النفس التي عرفها البشر. اللعبة كورية الأصل، حيث عرفت منذ أكثر من 2000 عام، وكان أول ظهور لها في كوريا، حيث طورها الأهالي المحليون كطريقة للدفاع عن النفس. كلمة تايكوندو هي كلمة تنقسم لثلاثة مقاطع: تاي وتعني القدم، وكوان وتعني اليد، ودو وتعني طريقة. وبالتالي فالترجمة الحرفية للكلمة باللغة الكورية القديمة تعني طريقة استخدام اليد والقدم. ومع زيادة شعبية اللعبة على مستوى العالم، استطاعت أن تصبح لعبة أولمبية رسمية في دورة سيدني للألعاب الأولمبية في العام 2000، بعد أن كانت مجرد لعبة استعراضية في عدة دورات سابقة. يذكر أن المنتخب المصري للعبة التايكوندو سبق له أن قدم العديد من الأسماء والميداليات لمصر، مثل الأبطال تامر صلاح وهداية ملاك وغيرهم من الأبطال الذين رفعوا علم مصر عاليا خفاقا في البطولات الدولية المختلفة.
مشاهدينا مرة تانية مع أسرة الكاتب الصحفي ورئيس تحرير إحدى الجرائد القصة الأستاذ أحمد محفوظ. رئاسة التحرير حدود دوره إيه على الكتاب، على المقالات المختلفة، على توجه الصحيفة؟ إحنا بنشوف دلوقتي في الإعلام مشاهد كتير فيها توجه، فرئيس تحرير دوره إيه؟ ولا هو بيبقى منصب بس لكن ما فيش السيطرة الكاملة على الكتاب وعلى الجريدة؟ هو بالنسبة لرئيس التحرير طبعا بيكون ليه السيطرة كاملة على 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 الجورنال اللي هو بيكون ماسكه يعني، بس التوجه بيكون محطوط. يعني انا لو عارف ان انا ماسك جورنال حزبي فانا عارف ان توجهات الجورنال هتكون حزبية. يعني لو انا ماسك اي جورنال، كل حزب بيكون ليه توجهات، فانا لو رايح ان انا اكون رئيس تحرير لجورنال حزبي انا عارف ان هو موجه ليه توجهات او ليه رسالة معينة، بيهتم بانشطة الحزب. جورنال تبع رجال اعمال او جورنال ممول من احدى رجال اعمال طبعا برضو بيكون ليه رساله، فانا عارف ان الجورنال ده ليه رساله محدده. الجورنال خاص برضو بيكون ليه توجهات، بس بتكون ما بتحملش رساله زي الجورنال الحزبي او الجورنال رجال اعمال. ايوه، فاحنا كجورنال احنا يعني جورنال خاص، بس الرساله العاديه، الرساله اللي هو بيقدم الخبر الصادق، بيقدم الرسالة اللي يهتم بها المجتمع. يعني احنا في التوجه بتاعنا ناحية الدولة، في بعض الجرائد التانية المعارضة فيها ناحية البعض، دي في الغالبية بتكون جرائد حزبية بتكون ناحية المعارضة. ويمكن احنا يعني زي ما بنشوف دلوقتي يمكن ما عندناش المعارضة بالقوة اللي معول عليها، بالذات في الفترة اللي احنا فيها، لان الفترة اللي احنا فيها فترة مهمة جدا، والمفروض حتى لو في صوت للمعارضة يكون صوت موضوعي، لكن احنا يمكن المعارضة او جزء من المعارضة عندنا بيتبع بعض الاتجاهات اللي في غير صالح الدولة. هو دلوقتي المعارضة تقريبا على وسائل التواصل الاجتماعي اكتر، كل واحد دلوقتي عامل فيها صحفي بينشر خبر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ووجود مجموعة كبيرة من النشطاء. احنا دلوقتي يمكن ودي مشكله بتعاني منها الصحافه المصريه في الفتره اللي فاتت، واثرت تاثير كبير قوي على توزيع غالبيه الصحف من الصحف القوميه للصحف الحزبيه للصحف الخاصه. عندكم مشكله دلوقتي؟ عندنا اكيد في مشكله طبعا مع انتشار المواقع التواصل الاجتماعي وانتشار النت. النهارده انا يعني كمواطن ممكن انقل خبر، بشتغل صحفي، بشتغل اعلامي، بشتغل بنقل الخبر عن طريق اشيره على الفيسبوك، كله دلوقتي بيشتغل كل المهن، سواء صحفي سواء اعلامي، بنلاقي اخبار مغلوطه، بنلاقي اخبار بتحمل صفه الشائعات هي مش حقيقيه، بيحاول ان هو يضرب في اتجاه معين، اخبار بتكون بتحمل رساله موجهه من جهه معينه سواء داخليه او خارجيه. ما بقاش في قواعد العمل الصحفي، وان الخبر لازم يكون ليه مقاييس محدده تحدد المصدر وتحدد المكان متى واين كان ليه كده، كان في قواعد. دي برضك مشكله بنعاني منها، يمكن كمان زادت قوي بعد احداث ثوره يناير، ان الاوضاع البلد، وده ما كانش بس موجود في قطاع الصحافه والاعلام، يمكن كان موجود في البلد كلها، وخاصة فترة الانفلات الامني. يمكن حاليا دلوقتي من خلال المجلس الاعلى ونقابة الصحفيين بيتحاول النهاردة يتحط قواعد معينة. الفترة اللي فاتت احنا ما كانش المجلس الاعلى كان بصفة ما كانش موجود، لكن مع وجود المجلس الجديد النهاردة في قانون وفي قواعد. طبعا الموضوع هياخد شوية وقت، لان الفترة اللي فاتت كان حصل فيها مجموعة كبيرة من المشاكل، لكن مع وجود المجلس ابتدى يرجع الامور لمسارها الصحيح، وخاصه بعد اصدار طبعا قانون الاعلام وقانون الصحافه المعني. ايوه، احنا قلنا في البدايه احنا معانا اسره اعلاميه، احنا بنتكلم على صحافه ورئاسه تحرير احدى الجرائد الخاصه او الصحف، وبنتكلم برضو على اعداد في قناه خاصه. الاعداد نعرفه الاول للمشاهدين، زي ما سالت الاستاذ احمد محفوظ عن سلطه رئيس التحرير بتوصل لايه وسيطرته، الاعداد برضو يعني مسؤول عن ايه، لان احنا بنلاقي تجاوزات احيانا كثيره في البرامج الفضائيه وفي الفضائيات مشهد الفضائي عموما، سلطه الاعداد ايه لغايه فين؟
انا مسؤوله عن البرنامج، هيطلع ازاي، هجيب مين، هيتكلم في ايه، النقاط اللي هيتكلم فيها. الاعداد مش كتابه سكريبت، يعني مش ان انا اكتب سكريبت قد ما هو الضيف اللي انا جايباه، علاقات، البصمه اللي هيسيبها ايه، علاقات، لازم يبقى عندك العلاقات الكافيه، المصادر الكافيه. اكيد طبعا لازم عندك مصادر كتير وعلاقات كتير بحيث ان انت تنوعي على حسب بقى البرنامج، طبيعه البرنامج وفكر طبعا. نوع من انواع الكاتب يعني المفكر، يا اما مش هينجح بالظبط، يعني لازم يبقى عنده برضو على فكره هو الكل ممكن يبتدي، لكن الثبات للصادقين، يعني ان انت تبقي صادقه في عملك ومخلصه في عملك وبتحبي عملك، اهم حاجه ان انت تحبي العمل بتاعك، هتلاقي فيه ان انت بتقدمي فيه اجمل ما عندك. انت خريجه حقوق؟ انا خريجه حقوق. يعني مش عن دراسه، انت رحتي بعيد خالص عن دراستك وعن تخصصك. انا ايوه، بس بقالي 15 سنه تقريبا في الاعداد، حبيتها قوي، حبيت شغلي ورا الكاميرا قوي، والحمد لله انا بدي فيها كتير الحمد لله. طيب التوفيق بقى بين اربع ولاد ما شاء الله يعني، وبين ان انت بتشتغلي، ولا طبيعه الشغل مريحه شويه يعني؟ احمد متعاون معايا ممكن في حاجات كتير، ومتفاهم برضو طبيعه الشغل، فده بيساعدني كتير. ايوه فالحمد لله. اشتغلتي يعني من الولاد صغيرين يعني من البدايه، ولا من البدايه خالص؟ من قبل. ما خدتيش فتره مثلا راحه، انقطاع لغايه لما الولاد يكبروا، ولا لا كنت قادره توفقي؟ لا، ما اقدرش ابعد عن الكاميرا، انا شغلي ورا الكاميرا، انا احب شغلي ورا الكاميرا وحابه طبيعه عملي قوي، وبحس ان انا بلاقي نفسي فيها، بدي فيها. لا يبقى انت كان عندك عامل مساعد. الاستاذ احمد ما كانش فاضي قوي ان هو عنده برضه مستقبله وشغله، يبقى في بقى يا والده الاستاذ احمد يا والدتك. لا 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 اطلاقا، على فكره خالص، احنا حياتنا لا احنا وهو، يعني انا وهو يعني. ايوه انت متوليه المسؤوليه. انا وهو. يبقى عمر بقى، عمر هو اللي تولى المسؤوليه، هو الكبير لما بقى كبر شويه. لما كبر شويه برضو عمر ابتدى يتفهم، ابتدى لا يساعد. عمر انا عارفه ان انت بتحب التمثيل ونفسك تبقى ممثل، ونفسك بقى ايه الادوار اللي تمثلها، او تبقى زي مين؟ الصراحه في اول بدايتي يعني كنت بتفرج على المسلسلات والافلام، واتفرج على مقاطع الفيديو والحاجات ديت، فانا حبيت ان انا اشارك في دوت. بس انا في الاول لقيت فيها ان انا لما اظهر في الكاميرا اكيد هيبقى فيها نقطه كسوف، مش هعرف ادي المظهر حلو، فاتدربت عليها لحد ما بقت. انت دربت نفسك؟ ايوه اتدربت عليها من كتر ما بتفرج على الممثلين واشوف ادوارهم. كنت بتتدرب على اي مشهد؟ يعني مشهد نوعه انت طالع رومانسي ولا طالع عنيف؟ لا هو يعني في العنف وفي الكوميديا كنت بتدرب عليهم، وكنت بشوف مقاطع الفيديو عشان اتدرب نفسي ازاي احاول اخلي نفسي كويس في المقطع، لحد ما اتعلمت ازاي اخلي اعرف ازاي اتعامل مع الادوار واشوف الكاميرا واتكلم بطريقه صحيحه في الادوار. طب ده بالنسبه لعمر عايز يبقى ممثل ورياضي وملك، بقى شايفه نفسها ايه بقى؟ يعني انا نفسي اطلع دكتوره، تبقى من الدكاتره الشطار علشان اساعد بيها الناس العيانه او المريضه. خلي بالك دكتوره دي يعني بقى مذاكره، تفضلي تذاكري وتتخرجي وبرضه تستمري تذاكري وتعملي دراسات عليا وماجستير ودكتوراه، انت عندك استعداد، عارفه يعني انت رايحه فين. الولاد لما بنلاقيهم متميزين كده، هنا تعاون الام والاب، هنا التوجيه، هنا ايه بقى يا استاذه؟ طبعا لما بنلاقيهم ناجحين في مجال معين، سواء كان في الدراسه وهم كمان متفوقين يعني الحمد لله في الدراسه، بيكون في دعم يعني عن طريق رحله، عن طريق هديه، تشجيع يعني، بيكون في تشجيع وده مطلوب طبعا، ومع التشجيع بيكون يعني بيدي حافز اقوى، وده اللي بيحصل معاهم يعني. بالنسبه للتعليم لما يعني عمر كل سنه هو بيشرط حاجه معينه، لما بيجيب درجات معينة أو بيحصل على مركز معين بيكون ليه مكافأة معينة بيكون متفق عليها من قبلها. أيوة. بالنسبة برضو كل الرياضة. طب في عقاب بقى؟ يعني انت كده في تشجيع، في عقاب طبعا، في عقاب، والعقاب يمكن أشد من المكافآت. أيوة. لأن بنبقى متفقين على حاجة معينة المفروض إن هو يزيد عنها ما يقلش عنها،
فزي ما في مكافأة فيها طب طب. بابا الدكتاتور شوية ولا صديق ولا ايه، ولا هتخاف ترد بقى ولا؟ لا لا صديق طبعا ده، بس هو وقت العقاب بيبقى لازم يبقى شديد، عشان وانا اتعلمت من صغري كده، فبقت لحد دلوقتي اي غلطه فبتعامل معاه بجديه، يديني حافز للدراسه لحد الحمد لله، بيكون حريص عشان عارف ان في عقاب فبيكون حريص بياخد باله. طب ترجع بقى لرئاسه التحرير تاني، يعني المشهد الاعلامي رايك فيه ايه؟ يعني زي ما قلت الاستاذه منى ان احنا بنلاقي في احيانا تجاوزات، في مش عارفه دور بقى هنا رئيس التحرير كصحافه، يعني احيانا بنحس بصراحه لا الجريده دي موجهه يعني لصالح بقى بعض رجال الاعمال اللي هم دلوقتي بيلعبوا دور جامد، دور قوي يعني. فانت شايف ايه ده تقييمي انا كقارئه كمشاهده حضرتك رأيك؟ والله للأسف دي مشكلة، يمكن هي المشكلة الرئيسية اللي احنا بنعيش فيها برضو من 25 يناير ويمكن من قبلها، لأن الإعلام والصحافة بيحملوا رسالة موجهة. يمكن المشهد في الفترة الأخيرة ابتدى يحصل له عملية شوية انضباط، لكن الفترة اللي فاتت كان في مشاكل كثيرة. يمكن احنا لو رجعنا من القنوات اللي جاينا من بره هي بتحمل رسالة معينة، يمكن بيبان زي ما بنقول كده بيدس السم في العسل، هي بتحمل رسالة في 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 شكلها العام ان هي خير للشعب المصري، لكن هي كانت بتهدف الى هدم المجتمع من الداخل. حتى داخل المجتمع المصري القنوات الكثيرة قوي اللي ظهرت في جزء منها كان قبل 25 يناير وفي جزء بعد 25 يناير ساعد في حدوث مشاكل كتيرة بالنسبة للبلد، وكانت عامل هدم ما كانتش عامل بناء، يعني لأن الرسالة اللي كانت بتبث من خلالها ما كانتش رسالة هادفة. أنا برضو بتكلم في جزء مش في في المطلق، لا في قنوات طبعا بتحمل رسالة هادفة وبتقدم برامج هادفة. احنا لو اتكلمنا على المشهد يمكن المشهد الإعلامي بيحمل كذا شق، اللي هو الإعلام اللي هي من خلال القنوات الفضائية، شغل الصحافة، شغل المواقع التواصل، حتى الأعمال الدرامية اللي كانت بتقدم في الفترة اللي فاتت كانت كلها أعمال كانت في غير صالح البلد. هنا يعني احنا مش عارفين الإعلام بيعكس صورة للواقع، لأن بالفعل كان في البلطجة وفي الأخلاق اللي تغيرت وفي، فهنا الدراما بتعكس الواقع ولا بتأثر في الواقع؟ لا لا معلش يمكن أختلف مع حضرتك، الدراما هي اللي صنعت ده. الدراما مجموعة الأفلام طبعا أنا مش هذكر أسماء، يمكن هو اللي كان مسيطر في الفترة اللي فاتت منتج واحد في الأعمال الدرامية، مش المجتمع يعني. مش المجتمع اللي فرض الصورة دي على الدراما، لا الدراما اللي فرضت وخلقت الصورة دي في الفترة اللي فاتت. فأنا مطلوب تقنين سؤال الصحافة، تقنين مش معنى فرض أو تجبيد الحرية، لا احنا محتاجين بالعكس محتاجين حرية أكتر الفترة اللي جاية، بس الحرية المقننة بعيدة عن الإثارة، بعيدة عن الصحافة الصفراء. احنا بدأنا بالفعل والقانون اللي تم وضعه في الفترة الأخيرة قانون يعني ممتاز، بس لو طبق بالشكل الصحيح، لكن محتاجين تقنين في الاختيار من يمثل المهنة، سواء كان صحفي أو إعلامي أو نوعية الإنتاج في الأعمال الدرامية دي مطلوبة في الفترة اللي جاية. زمان كان في دور الدولة في الرقابة على الدراما وعلى الأفلام وعلى رقابة المصنفات الفنية، يعني كانت تلعب دور قوي جدا، وده اللي بيتقال إن الفترة اللي جاية في شركة إنتاج ضخمة هتكون تبع الدولة لإنتاج أعمال ترتقي بالمجتمع، لأن الفن والأعمال الدرامية ده المفروض إن هو بيقدم رسالة والمفروض بيخلق جيل. لو حضرتك تتذكري الأفلام القديمة والأعمال الدرامية القديمة اللي احنا تربينا عليها غير الحاجات اللي موجودة دلوقتي، معلش ده انت ممكن ما ينفعش تسيب ابنك يتفرج على مسلسل أو فيلم لأن بيه من مشاهد الخارجة أكتر من الرسالة اللي هو بيقدمها. هو ما بيقدمش رسالة في الأصل، لو بيقدم رسالة بتكون هدمة للمجتمع. طيب احنا ده رأي حضرتك واستمعنا للآخر، هنشوف رأي الناس عن نفس الموضوع ونرجع نستكمل حوارنا مع أسرة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد محفوظ.
محتاجه هنا الحقيقه، محتاجه يكون صادق، محتاجه ما يقولش كلام غير الواقع، محتاجه يوعي الناس مش زي في وعيهم. والله الاعلام في الفتره الجايه المفروض ان هو ليه دور مهم جدا، ان هو يعرف الناس مخاطر الارهاب ويكون يعبر عن امال والام الناس، واحنا عاوزين الاعلام بتاعنا بنعتمد عليه الاعلام الوطني. المفروض ان الاعلام لازم يكون عنده المصداقيه في اي راي ان هو بيقوله، وان هو عنده ان هو لازم يكون قبل ما يقول اي حاجه في يعني اي خبر او اي حاجه لازم يبقى لازم يتحرى عنها وتكون في مصداقيه في الراي وفي الكلام وفي كل حاجه. يعني مطلوب من الاعلام طبعا الوضوح اكتر والصراحه والموضوعيه والحياديه في كافه المجالات، لان هو ده الوسيله الوحيده اللي بتعرفنا احنا ماشيين ازاي. والله انا شايف ان الاعلام مفروض يعني يبقى فيه مسانده للي بيحصل في البلد، يعني نظهر الحاجات الكويسه، نظهر الحاجات، مش لازم نظهر كل حاجه سلبيه ونسيب، ما فيش سلبيات، بس لازم نظهر سلبيات الحاجات الكويسه غير السلبيات اللي هون. فالاعلام لازم يبقى ليه دور باظهار ويدي امل للناس ان البلد هتبقى فيها مستقبل كويس ان شاء الله. اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية، انضم لينا وللأسرة الابن التاني في الترتيب محمد، اهلا بيك. محمد تايكوندو برضو؟ اه. ده كل العيلة تايكوندو، يعني انتوا كده تخافوا وانتوا بتتعاملوا معاهم برضو، يعني تاخدوا حذركوا، يعني يتنرفزوا ويتعصبوا، احنا كده نخاف يا محمد ولا ايه بقى؟ التايكوندو بيخليك فعلا تقدر تدافع عن نفسك ولا هي حركات استعراضية يعني مدروسة؟ لا بيخليها دافع عن نفسك كويس حقيقي، يعني انت قوي. حاولت تستخدمه في المدرسة في خناقة في الشارع في خناقة؟ نعم. عمرك انت بتستخدمه في لما بتروح التدريب بس؟ هتشارك بقى في بطولة الجمهورية القادمة زي عمر؟ ناوي على مركز وناوي اسم مصر بقى وتمثل اسم مصر بعد كده على مستوى الدولي؟ ايه ان شاء الله. طيب أستاذة منى، يعني حاجة مهمة جدا في شغل الإعداد لما بيستعرض الأخبار المختلفة، احنا بنلاقي معظم البرامج دلوقتي بتاخد السوشيال ميديا والأخبار اللي عليها هي اللي بقت المعد، بتلجأ ان هي برامج بالليل تجيب كل الأخبار اللي هي منتشرة على السوشيال ميديا أو أكتر خبر أو خبرين الناس بتتناقش فيهم. طيب ازاي بتعرفي المصدر بتاعك؟ ازاي بتعرفي مصدر الاخبار دي صح ولا لا؟ تنتقي اخبار كده؟ قبل ما اقول لحضرتك مصادري بختارها ازاي، دلوقتي الفضائيات كترت قوي، راس المال، اي حد معاه فلوس ممكن يفتح قناه، راس المال بقى هو المسيطر على العمليه الاعلاميه. اي حد دلوقتي يقدر يقول على نفسه اعلامي يعني، وهو مش مؤهل لذلك يعني. الاول يعني احنا عايزين الرياده ترجع للتلفزيون المصري من جديد، يعني التلفزيون المصري ماسبيرو، عايزين الرياده تبقى يبقى هو صاحبها زي ما كان طول عمره هيكون يعني، والمصداقيه هو اساسها. بالنسبه للمصادر دور المعد بيبقى صعب قوي، مش مجرد كتابه سكريبت زي ما قلت لحضرتك، بس هو اختيار الضيف اللي هيسيب لي بصمه في البرنامج، اللي هيقدر يوصل المعلومه اللي انا عايزاه يوصلها. دلوقتي مع انتشار الفضائيات اي حد ممكن يطلع، هو اي حد يعني كتير اشتهروا عن طريق الفضائيات السوشيال ميديا، من غير دراسه، من غير ما تعرفي الخلفيه ايه بالظبط، اسند ليهم برامج او اشتهروا على مستوى المجتمع ده وبارقام مش قليله يعني. بالظبط، ده عيب من العيوب. ده عيب من الفيديو وبينشره، لو كان مش شير واللايكس كتيره خلاص بالظبط. فاحنا عايزين يعني السيد الاستاذ مكرم محمد احمد النقيب السابق للصحفيين والمسؤول عن الهيئه الاعلاميه، بنطالبه يعني عايزين اعاده هيكله للمنظومه الاعلاميه ككل يعني. طب ازاي يقدر يسيطر؟ وبرضه راي حضرتك استاذ احمد، ازاي ممكن يتم السيطره على يعني السوشيال ميديا؟ صعب السيطره عليه، احنا بنتكلم على حاجة كل الناس بتشارك فيها وكل واحد برأيه وكل واحد بأسلوبه وفكر، هل ده ممكن السيطرة عليه يعني؟ وفي نفس الوقت احنا ضد كبت الحريات، لان لازم الناس يبقى عندها وسيلة تعبير،
بيطلعوا فيها الآراء والمشاعر وال... تمام. هو يمكن الهيئة الفترة اللي فاتت لها مجهود كبير، وخاصة بعد صدور القانون الإعلام الموحد واختيار كيفية الاختيار سواء المذيع أو المعد، يعني بنعمل إن شاء الله الفترة اللي جاية كلها دور ويتم عملية التقنين. لكن بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك وتويتر وغيرها يمكن صعب في الفترة دي إن أنا أعمل لها تقنين، يعني كان يمكن الفترة اللي فاتت في مطالبات من بعض الشخصيات بغلقها، وفي دول بالفعل ما بتستخدمهاش، في دول بالفعل ما بتستخدمش النت، النت ممنوع هناك في الوقت الحالي بالنسبة للوضع في الدولة النهاردة. الدول لا مش هنوصل، بس احنا كشعب النهاردة يمكن كل حاجة جديدة كان بيكون لها مساوئ، يمكن احنا خدنا المساوئ دي النهاردة، يمكن احنا نفسنا يمكن بنقنن نفسنا بنفسنا. بس وسائل التواصل الاجتماعي دي مش جديدة، يعني هي بقى لها فترة، هي الأحداث هي الجديدة علينا. لا احنا لما ابتدنا استخدمها احنا في الفترة في بدايتها كان يمكن كانت الاستخدامات غلط، او احنا مش عارفين المحتوى، كانت بتبث مجموعة من الأخبار اللي مش صحيحة عليها، لغاية النهاردة عليها مجموعة كبيرة جدا من الأخبار اللي هي بتعمل صفة شائعات ويمكن احنا بنصدق. لكن النهاردة بتلاقي الشخص أو الفرد هو قادر يميز بين الخبر الحقيقي وبين الشاع، بين المعلومة وبين الشاع أو المعلومة الخطأ اللي عاوزة تتحط. فاحنا النهارده بقى في تقنين ذاتي، احنا بقى عندنا تقنين ذاتي مع الوقت، يعني نعمل ان شاء الله هيكون في عمليه تقنين ذاتيه سواء من الاشخاص المواطنين، والدوله برضك لازم يكون لها دور. طب والمواطنين، انا كواحده قاعده بتصفح فيسبوك، بتصفح بكتب على تويتر، بقرا اللي بيتكتب، انا اقدر ازاي اعرف الخبر الصح من الخبر اللي مش صح؟ يعني ايه الخطوات اللي اعملها؟ واهم حاجه طبعا يعني مش مجرد ان انا اشوف الخبر هتاكد ان هو صحيح، المفروض ان انا بعود او بشوف جهه المصدر الخبر او اشوفه موجود في اكتر من مكان. لو لقيت المصدر جهه مسؤوله او حاجه مسؤوله في الدوله فبالتالي هعرف ان هو خبر صحيح، لكن مش اي حاجه مكتوبه هقول ان هي حاجه صحيحه وهبتدي انفذ على ان هي حقيقيه. لكن المفروض ان انا برجع لجهه المصدر، مصدر الخبر، مصدر الخبر ايه؟ هل هو موقع معروف بالنسبه لي؟ هل هو وهو في مواقع انا اقدر اقول لو هي اللي اثرتها؟ عندنا مواقع، مش عندنا مواقع معروفه بالنسبه هي الجرائد المعروفه اللي هي الجرائد النهارده، لان بالنسبه للصحافه الورقيه يمكن احنا في الفترة النهائية بتمروا بأزمة، انا عايز اعرف كنتوا ايه عشان تطلعوا منها. هو الأزمة موجودة بالنسبة للصحافة، يكاد نكون عندنا أزمة في التوزيع، أزمة مادية، ده موجودة لأن ده تأثير البلد وتأثير الوضع الاقتصادي، لأن احنا مرينا بظروف كبلد، يعني مرينا بظروف اقتصادية طبعا كانت صعبة. لكن انا بتكلم تحول الصحافة الورقية للصحافة الإلكترونية، وده اللي يعني احنا دخلنا يعني قطعنا شوط كبير جدا في الفترة اللي فاتت. النهاردة كل الجرائد عندها الموقع الإلكتروني، يعني احنا بنقول في الصحافة يمكن في الخمس سنين اللي جايين الصحافة الورقية هتختفي، هيكون هيحل محلها الموقع الإلكتروني، لان النهاردة انت بتقدري تطلع على الخبر وانت قاعدة. يمكن الجيل القديم اللي هو كان بيقرا ومتعود لازما الجورنان الصبح يكون جايب الجورنان بالتحديد بيواجه مشكله، يعني يمكن الكتاب بيمثل بالنسبه لناس كتير حاله ان هو يبقى ماسك كتاب بتجليد معين عايز يمسكه، غير لما يمسك التاب او اللابتوب، يعني الكتاب يمكن مش بيواجه نفس الازمه زي الجرايد. بالظبط مش بيواجه طبعا، الجرايد طبعا الجرايد الورقيه بتعاني من ازمه النهارده، مشكله الطباعه، ارتفاع اسعار الطباعه جدا. جورنال كصحيفة لو النسخة بتتباع باتنين جنيه او تلاتة جنيه هي تكلفتها تعدي كده، يعني بتوصل لتمانية جنيه، فهو بيتباع باتنين جنيه، فبتلاقي الطباعة ارتفاع اسعار الطباعة، وده مطلوب من الدولة ان برضك يكون في دعم بالنسبة للصحف، ما يكونش الدعم موجه بس للجرايد القومية، لان يعني الجرايد الخاصة والجرايد المستقلة كان ليها دور برضك في نشر الوعي في البلد الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية. فالمفروض انا كدوله ما ادعمش الجرايد القوميه بس، لا يكون في دعم كمان موجه للجرايد الثانيه
اللي هي الحزبية والخاصة والمستقلة، حتى لو عن طريق الدعم عن طريق الطباعة، لأن حسب النظرة بقى للجرائد والنظرة للفن والنظرة للسينمات والمسارح والإنتاج السينمائي والدرامي، هي أحيانا بيتبصلها على إنها حاجة ترفيهيه، مش هي أولويات. ده دي حضرتك بنسميها القوة الناعمة، دي قوة القوة الناعمة بتاعت الدولة، الفن والمسرح والإعلام والصحافة، ده قوة، وده اللي لعب دور كبير جدا مع الدولة الفترة اللي فاتت. لولا قوة القوة الناعمة ما كانش الدولة، لولا دور البرامج وبعض الإعلاميين والجرائد. لما الرئيس بيروح أي دولة خارجية بتكون موجودة مع القوة الناعمة، هو بيطالب بكده، القوة الناعمة بتكون موجودة بتسبق الزيارة كمان، وده مطلوب إن احنا نقوي القوة الناعمة، لأن القوة العسكرية مش وحدها هي الأساس دلوقتي. القوة الناعمة ده مهمة جدا، اللي هي بتركز عندنا. يمكن احنا حصل لنا شوية تراجع، وبالذات لو ركزنا على الأعمال الدرامية والفن، احنا كنا متصيدين المنطقة العربية في السبعينيات والستينيات لغاية فترة قريبة، احنا كل الأعمال الدرامية كانت بتاخد من مصر. أيوه. النهاردة حضرتك لو الدراما التركية، الدراما بتلعب دور حتى في أو القوة الناعمة في ارتفاع نسبة السياحة في بعض الدول. ده يعني أكيد. الدراما لعبت دور في الترويج السياحي لتركيا، بلد زي تركيا. أغنية ممكن تأثر في برضو في السياحة في بعض الدول الأخرى. فالقوة الناعمة لا ما نقدرش نسهين ابدا فعلا، والمفروض ان احنا كدولة يكون لنا نظرة تانية في الفترة اللي جاية. يمكن احنا اهتمينا بقطاعات كتيرة، يعني الدولة في الحقيقة بتبذل مجهود كبير جدا للاهتمام بقطاعات كتيرة جدا، فمطلوب الفترة اللي جاية برضو يكون فيه اهتمام. وانا شايف ان طب انت بتروح الصعيد، بدأت تلاقي ملامح للمشاريع اللي بيتم الإعلان عنها، الاهتمام بطرق، الاهتمام أو إقامة مصانع؟ أكيد أنت يعني أنا عارف الرجل السعيدي بيحافظ على بزوره ودايما يروح بزور. أكيد وبنتابع المشاكل اللي موجودة وبنتابع المشروعات اللي موجودة. لا إحنا في الصعيد الفترة اللي فاتت، يعني يمكن في 10-15-20 سنة اللي فاتوا، كمية المناطق الصناعية اللي تمت في مختلف المحافظات، يمكن مش في أسيوط بس، لا أسيوط، سوهاج، المنيا، الطرق، احنا يعني يمكن بقى عندنا المشروع القومي للطرق، والطرق اللي اتعملت في الصعيد في الحقيقة حاجة احنا بنفخر بيها، ما كانتش موجودة قبل كده. يعني حضرتك لو كنا بنقول الوقت من القاهرة لأسيوط كان بياخد الطريق الزراعي القديم كان بياخد حوالي 6 ساعات، النهاردة الطريق الجديد مش بياخد 3 ساعات، يعني اختصر معاك 3 ساعات. طريق البحر الأحمر، طريق سفاجة، الطرق اللي بتتم برضك في الوقت الحالي وهيتم الافتتاحها قريب، دي برضك حاجات احنا كنا بنحلم بيها وكنا نتمنى ان هي تتحقق. المصانع اللي بتتم عندنا في اسيوط، مدينه عالميه بيتم الانشاء واحتمال الرئيس افتتاحها قريب، اللي هي مدينه ناصر اسيوط. يعني اقدر اقول ان بقى في اهتمام للصعيد حتى على المستوى التعليمي. النهارده احنا عندنا في كل محافظه جامعه، يمكن من كبرى جامعات اللي موجوده، كنا اهل الصعيد كانوا بيعتمدوا على جامعه القاهره، وكان عندنا يمكن بعدها جامعه اسيوط. احنا عندنا النهارده في جامعه اسيوط عندها جامعتين، جامعه الازهر او الفرع الثاني لجامعه الازهر وجامعه اسيوط. سوات فيها جامعه، المنيا فيها جامعه، هنا فيها جامعه، بقى كل محافظه فيها جامعه. مش معنى كده ان احنا استكفينا، لا احنا عندنا اطماع ان طموح بقى، مش واطماع برضك، واقول اطماع، عندنا اطماع من الدوله ان الاهتمام الفتره اللي جايه يكون اكتر من كده. سواء بالتعليم، لان طبعا حضرتك عارفه ان مع انتشار الفقر والجهل كان بتحصل عمليه هجره من الداخل، مش من الصعيد بس، من الصعيد. للاسف المركزيه الشديده مطلوب، يعني بعض المدن متكدسه تماما. يعني ده مطلوب الفتره اللي جايه، ان يكون في عشان احد من عمليه الهجره الداخليه، ارفع عمليه التعليم نفسه برضك مطلوب ان هو يكون فيه اهتمام اكتر من كده بالمدارس اللي ما قبل الجامعه. ده يمكن برضك الاهتمام بها ما وصلش للمستوى المطلوب. مطلوب الفتره اللي جايه يكون فيه اهتمام كبير بما قبل الجامعه.
نتمنى يعني احنا كلنا اطماع او يعني احنا نسميها طمع بالعشم يعني ان احنا او يعني عايزين نشوف مصر اكيد طبعا فوق يعني مش زي الاول لكن اكتر كمان يعني احنا طموحنا في ده عالي جدا يعني. بشكركم وكلنا عندنا نفس الاحلام والطموح لبلدنا يعني احنا عايزين نشوفها من ارقى البلاد واحنا نستحق حضارة وتاريخ واحنا نستحق يعني. بشكركم وبشكر أسرة الكاتب الصحفي أستاذ أحمد محفوظ الأستاذة منى والأولاد طبعا بشكر أيضا مشاهدينا على متابعتهم لنا وإلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وأسرة جديدة من بيت العيلة.